يا اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الشكل اللي انتوا شايفينه. لو عندي فوطة قديمة ومش عارفة تعملي فيها ايه، بدل ما ترميها تعالي نستغلها في ادوات المطبخ، مش تاخد مننا غير دقايق بسيطة جدا. يلا بينا. كل اللي احنا محتاجينه، محتاجين شماعة زي اللي انتوا شايفينها، واي فوطة قديمة عندكم، ومسدس الشمع. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنيجي في الجزء بتاع الفوطة اللي من فوق، احنا ده الظهر. هنبتدي ان احنا نلزق الجزء اللي من فوق كده، هو مسدس الشمع، وهنيجي في النص بالظبط. يعني هنحاول نوصل ايدينا في النص، نص الفوطة، ونحط الشمع بتاعنا. وهنبتدي على ايدينا اليمين هنا هنلزق الجزء ده، وعلى ايدينا الشمال برضو هنلزق الجزء التاني. ودوت الشكل النهائي، يا رب يعجبكم. هنبتدي بقى نحط فيه اللي احنا الحاجات اللي احنا مثلا محتاجين نشيلها، زي ما انتوا شايفين مثلا قليمة، لو صابون عندنا، لو ولاعة، لو خيوط، اي شيء. مثلا هي الجيب بيبقى واسع، وفي نفس الوقت استغلينا حاجة قديمة عندنا وجددناها. يا رب الفكرة البسيطة دي تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك معنا.